السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يتقبل الله منا ومنكم جميعا صيام هذه الأيام المباركة الست من شوال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويبارك في الجميع ببركة النبي الشفيع. عادة بعد مضي رمضان الأكرم وقدوم شوال، وبعد أن يصوم الناس الست أيام من شوال، تبدأ أحداث سعيدة بين الناس، وهي أحداث عقد القران والزواج والحفلات والأعراس. عادة المؤمنون والمؤمنات منذ القدم إذا أرادوا أن يقيموا زفافا ميمونا، وإذا أرادوا أن يعقدوا قرانا، اختاروا له شهر شوال. وهذا الذي يبدو في هذه الأيام المباركة، هناك حركة ذؤوبة للأسر والعائلات الكريمة التي ترغب في عقد زفاف لأبنائها وبناتها. يلاحظ بأن الكثير من الأسر المغربية في هذه الأيام تسعى جاهدة لإقامة الحفلات وإقامة الأعراس وإقامة الخطوبة، كل هذا تيمنا لأن شهر شوال هو شهر الزواج وشهر الخطوبة وشهر عقد القران. ولهذه المناسبة سوف نواكب وإياكم هذه الأحداث، ونتحدث في برنامجنا هذا عن كل ما يتعلق بالخطوبة وبعقد القران وما يتعلق بالأعراس وكل ما يتعلق بهذه السنة النبوية الشريفة والسنة الربانية والسنة الكونية. هي سنة الزواج التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا اخترنا هذه الأيام المباركة؟ لأن لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، لماذا أنت محظوظة في زواجك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لك مقام رفيع دون نسائه؟ قالت: لأنه خطبني في شوال وعقد بي في شوال وبنى بي في شوال، لذا كنت أكثر نسائه حظا. ومن ثم ذهب أهل الفقه والحديث بأن عقد القران والزفاف في شوال يكون صاحبه أكثر حظا في السعادة وفي البركة. ولنبدأ أول شيء وهو من مبدأ الخطوبة. الخطوبة هذه الأيام مباشرة بعد نهاية رمضان ونهاية صيام ست من شوال، العائلات المغربية اعتادت أنها تنظم عقود الخطوبة، خصوصا ونحن يعني في نهاية فصل الربيع وبداية إن شاء الله فصل الصيف، وهكذا يكون الوقت مناسبا. فموضوعنا الليلة أيها الأحبة الكرام وهو الخطوبة في الميزان الشرعي، كيف يمكن أن تكون الخطوبة بين العادات والتقاليد، الخطوبة بين الماضي والحاضر، الخطوبة في شباب اليوم كيف تكون. هذه الخطوبة هي من أجمل الفترات التي يعيشها كل زوج وزوجة. كل من سألته، كل زوج وزوجة، ما هي أجمل وأنبل وأسعد أيام حياتكم،
سيقول بأنها هي المرحلة الأولى، فترة الخطوبة التي فيها يتعرف كل واحد على الآخر، يتعرفان على طباع بعضهم البعض، ومن ثم تكون خالية من المشاكل وخالية من هموم الحياة، ويكون هناك رؤية مستقبلية، رؤية باسمة، رؤية قائمة على المحبة وعلى المودة وعلى العطاء وعلى الأحلام، الأحلام الجميلة. نتحدث اليوم أيها الأحباب الكرام، هل هذه الخطوبة كيف كانت وكيف صارت؟ هل الخطوبة لها شروط خاصة؟ ربما بعض الشبابنا وشاباتنا يريدون أن يعرفوا ما هي شروط هذه الخطوبة وما أهدافها الواضحة، وهل هي مشروطة بمدة محددة، هل تكون سريعة أم تكون طويلة الأمد أم مشروطة بمدة محددة، والشاب هل يذهب وحده إلى العائلة، عائلة الفتاة لطلب يدها، أم يذهب مع أسرته، أم لابد من رفقاء من أهل الفقه وأهل الصلاح يكونون معه في الخطبة، لأنها مسألة جد حساسة. الحضور الذين يحضرون في أول لقاء لهم دور كبير، إما في مباركة هذه الخطوبة وجعلها تستمر إلى الأمام، وإما ربما قد لا تكون موفقة. أيام زمان كنا نشاهد بعض الأفلام الكلاسيكية في الكوميدية، كيف أن لما يذهب الشاب لخطبة الفتاة تكون معه أمه أو الحمات تذهب معه وتقوم ببعض الأشكال، ربما قد تستقبل الشاب العروس وتفحصها فحصا كبيرا، هناك من تأخذ معها الحمص وتقول لها هل ممكن أن تكسريه بأسنانك حتى ترى هل أسنانها صحيحة أم ضعيفة، ربما قد تأخذ من خصلات شعرها وتتأكد هل هو شعر حقيقي أم أنه شعر مصطنع، وغيرها من التصرفات التي كان الناس يشاهدونها في بعض الأفلام الكوميدية، هي أشكال تقريبا كاريكاتورية. اليوم هل هي مقبولة؟ هل يسمح للحبات ولمن معها أن تقوم بفحص هذه الفتاة المخطوبة والتأكد من سلامة بدنها، أم لا بد أن هذا الأمور صارت غير مقبولة بحكم التطور وحكم الانفتاح وحكم ثقافة حقوق الإنسان والحريات الفردية؟ كثير هي الأشياء تغيرت وتبدلت في حياتنا. نتحدث عن الخطوبة أيها الأحباب الكرام، ونرى مسألة الهدايا، هدايا بين الخاطب والمخطوب كيف يمكن أن تكون. نتحدث عن الستر أو الحجاب، هل لابد أن تكون للمخطوبة في حالة حجاب مع خطيبها أم يرفع بينهما الحجاب؟ مسألة الخلوة، هل يمكن للخطيب أن يخلو بمخطوبته بعد أن جاء الوالدان وقرأ الفاتحة؟ هل له أن يكلمها مكالمات تليفونية؟ هل له أن يغازلها؟ هذه أشياء كثيرة جدا يطرحها الشباب اليوم، خصوصا ممن يريدون أن يعرفوا حكم الله تعالى وفي شريعة الإسلام، يتعرفون على الأشياء المسموح بها والغير المسموح بها بين الخطيبين. ثم قد نشير إلى أيضا الحالات، حالة الفسخ، كم من خطوبة أبرمت ثم بعد ذلك تم فسخها، إما بأسباب إما ذاتية أو أسباب خارجية، قد يكون أخطاء أحد الطرفين، قد يكون بسبب تساهل الفتاة، قد يكون بأن الشاب ليس جدي وإنما فقط نال غرضه ثم انصرف، قد يكون بسبب اتهام أحد الطرفين الآخر بأنه لا يصلح للزواج. هذه كلها أشياء كثيرة ومتعددة تقع في حياتنا، نريد أن نتعرف عليها جميعا من خلال حلقات مستمرة، ومن ثم نتمنى من المتزوجين
الذين لهم أقدمية في حياتهم الزوجية أن يشاركونا عبر المكالمات الهاتفية ويعطوننا خلاصة تجاربهم، إما أخطاء لكي يتجاوزها الشباب الجديد المعاصر، وإما أشياء مفيدة ممكن أن نستفيد منها وممكن أن تكون قدوة وأسوة للشباب الجدد. الخطبة أيها الأحباب الكرام تسمى بالخطبة أو الخطبة، نحن نقول الخطوبة، هي عبارة عن طلب هذا الشباب، شاب معين يطلب فتاة للزواج من أهلها. هذه الخطوبة كتكون هي أول الخطوات للزواج، وهي تعرف بأنها ليست زواجا وإنما هي وعد بالزواج، هي وعد بالزواج، هي اتفاق مبدئي بين الطرفين يجب على الجميع احترامه، وهي الطريق السليم نحو إتمام زواج سليم وتكوين أسرة متوازنة. لا يمكن أن يكون الزواج مباشرة، لا بد أن تسبقه مرحلة تسمى مرحلة الخطوبة أو الخطبة، لأن هي يكون فيها المدارسة والتعارف والتفاهم، وهي كمحطة أولية تجريبية للتعارف بين الخطيب والخطبة، وأيضا بين العائلتين، عائلة الرجل وعائلة المرأة، لأن المسألة ليست زواج بين شاب وشابة بل هو زواج بين أسرة وأسرة، لابد أن يكون فيهما انسجام وتناغم وتكامل. الأصل في هذه الخطبة أن تكون من الرجل، الرجل هو الذي يتقدم لخطبة المرأة، هذا هو المعتاد وهذه هي الأعراف والتقاليد، وهكذا كانت البشرية منذ أبينا آدم عليه السلام. أبونا آدم هو الذي خطب أمنا حواء وليست هي التي خطبته، وربنا عز وجل لما أكد بأن الخطوبة تكون من الرجل أشار إليها إشارة خفيفة فقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالخطاب هنا موجه للرجال، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ومن ثم فالرجل الأصل هو الذي يتقدم لخطبة المرأة لما أعجبه فيها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالحرف: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إذا خطب أحدكم المرأة، فالخطاب دائما موجه للرجل. لماذا الرجل هو الذي يخطب المرأة؟ هذا فيه حفاظ لحياة المرأة ورفعا لمكانتها وصودا لكرامتها، هذا هو الأصل. ولا يمنع، لا يمنع أن المرأة هي تشير إلى الرجل بالخطبة، ولكن الذي ينبغي أن يتقدم أولا ويطرق الباب ويكون هو الراغب ويشتري ويدفع، يدفع أثمان إما هدايا وصداق وغيره، هو الرجل. هذا كله في باب المساواة وفي باب مقاربة الدوع غير حاضر. المرأة هي فيها الحياء، وربنا عز وجل أراد أن تبقى مكانتها رفيعة وكرامتها بصودة، وجعل الرجل هو الذي يبحث عنها، الرجل هو الذي يطرق بابها، الرجل هو الذي تقدم لخطبتها، الرجل هو الذي يعطي الصداق، الرجل هو الذي يقيم الزفاف، وكأن هي المطلوبة وهي الدرة المكنونة، وهو الذي يرغب فيها وبكل ما أوتي من عطاء يريد أن يشتري هذه الفرحة وهذا السرور. لكن يجوز أيضا للمرأة أن تخطب إلى نفسها رجلا ارتدته، هذا ممكن. أحيانا قد تكون المرأة ترى رجل فيه صفات حسنة وتتمنى أن يكون هو من نصيبها، فلا مانع للمرأة هي التي تتقدم إلى هذا الرجل، إما أن تكلمه بنفسها
وإما أن تحدث وليها في ذلك، قد يكون ولي أمرها أبوها أخوها أحد أفراد أسرتها يتدخل، وإما أن تختار له إنسان أمين وسطة من الوسطاء هو يقوم بهذا الدور. هذا كله جائز وليس فيه بدعة، لأن ربما التقاليد والعادات تمنعه. كنسمعوا بعض التقاليد والعادات في المجتمع كيقولوا هذا عيب، ولكن لا، هذا حتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع كثيرا. بل أول ما وقع وقع من السيدة خديجة بنت خويلد لما تقدمت بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلت إليه من يرغبه فيها، ومن ثم كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون أن بعض النساء الصالحات هن يتقدمن. فلا مانع فتاة اليوم معاصرة يعجبها شاب، إما زميل لها في الدراسة وإما زميل لها في العمل وإما قريب منها وأعجبها شكله وسرها صفاته الكريمة، فلا مانع أبدا من أن ترسل إليه من يكون وسط للتواصل معها، وممكن أن تتواصل معه مباشرة. هذا لا يقدح في كرامتها ولا في عزتها. كذلك يجوز لولي الفتاة هو أن يعرضها على الرجل الصالح، فقد يكون الأب أو الأخ، الأب عنده بنات أو الأخ عنده أخوات ويرغب في تزويجهن، وبحكم علاقاته مع الناس في الأسواق في العلاقات العامة في الأماكن العامة قد يظهر له إنسان شاب فيه صفة حسنة، رجل صالح يرى فيه الخير ويتوسم فيه الخير، فهذا لا مانع بأن يتقدم ويعرض عليه ابنته أو يعرض عليه أخته، وكل هذا فيه جواز، لأنه يحرص على أن يضعها في يد أمينة. أيام زمان في عهد الصحابة رضي الله عنهم سيدنا عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر بن الخطاب، الرجل الشهم صاحب الأرومة والأريحية، وقع له هذا الأمر. زوجة ابنته حفصة رضي الله عنها، ابنته توفي عنها زوجها فصارت أرملة وهي صغيرة، حفصة صارت أرملة وهي صغيرة وأبوها يخاف عليها، فبدأ يبحث لها عمن يتقدم لخطبتها، فتقدم ببعض الناس، كل من رآه فيه صفة من الصفات يعرضها عليه، إلى أن طلبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحه إياها، وتزوج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفرح عمر، في الأول كان يعرض ابنته على بعض الصحابة ورأى فيهم تلكؤا، وهي شعرت بضيق كونها متوفى عنها زوجها، فإذا بسيدنا النبي يفاجئه ويقول أنا أرغب في الزواج من حفصة، فزوجها له سيدنا عمر ابن الخطاب وفرح بها فرحا عظيما. فلا مانع بأن في عصرنا هذا أب عنده بنات يبحث لبناته عن زوج، أو أخ عنده أخوات يبحث بين أصدقائه وزملائه عن زوج لأخواته، وخصوصا لما تكون الفتاة توفي عنها زوجها وهي لا تزال في ريعان شبابها، أو قد تكون قد طلقت ولم يعد لها رغبة في 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 الزواج، ربما صدمت، فلا مانع أن الأب يحيي فيها الروح ويبحث لها عن شريك حياة، لأن هكذا ربنا عز وجل خلق الحياة الدنيا، يعني لكل زوج زوجة ولكل زوج زوجة، والله سبحانه وتعالى المتفرد بجلاله لا صاحبة له ولا ولد. نريد أن نشير أيها الأحباب الكرام بأن من السنة النبوية الشريفة أنه إذا أقيمت الخطبة لابد أن يكون فيها إخفاء، لأن في الزواج سيكون هناك الإظهار. سوف نتعرف عن أحكام الزواج والنكاح، من السنة النبوية الشريفة أن يكون هناك الإظهار الإشهار، يعني الدفوف والمزامير والصوت الحسن والوليمة والناس كلهم يعرفون، إظهار.
لكن الخطبة لابد أن تكون في خفية، تكون شبه سرية لا يعلمها إلا المقربين. لماذا؟ لأن لا نضبط هل هذا الخطيب والخطوبة مخطوبة قد يتوافقان أم لا. ممكن جدا أن يقع بينهما اختلاف، وقد يتراجع الخاطب عن خطبته للمرأة، وهذا فيه إساءة، لأن خصوصا إذا كان هناك إشهار للخطبة وصور فوتوغرافية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلان خطبت لفلان، والمجموعة من مظاهر الفرح والسرور، قد لا قدر الله لا سمح الله قد يقع هناك نوع من عدم التفاهم بين الطرفين، وقد يزهد هذا الخاطب في خطيب مخطوبته، وهذا قد يكون فيه إساءة خصوصا للمرأة. الثقافة الشعبية دائما تلحق الإساءة بالمرأة، لأن المرأة هي المطلوبة وهي التي صورتها سرعان ما تصاب، بخلاف الرجل. هذا هو السائد في الثقافة الشعبية. لهذا إذا قلنا السنة النبوية الشريفة راهي الدواء والبلسم. كلما سمعتموني أيها الأحبة الكرام أتكلم عن قضايا اجتماعية وقلت من السنة، السنة معناه الدواء، السنة العلاج، السنة الحل المناسب، لأن كل ما صدر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية له ارتباط بقضايا اجتماعية أو نفسية أو حياتية، فهو البلسم من الجروح والدواء الشافي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة، أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة. وهذا الحديث سيعرف قيمته من سبق لهم أنهم وقعت لهم خطوبة وفرحوا وسعدوا وأقاموا مهرج وأقاموا احتفالات، ثم صدموا بأن الخطوبة لم تستمر، وبقيت الصور الفوتوغرافية عالقة على صفحات الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبقي القيل والقال ديال الناس، وبقيت الصور عند الخطيب الأول، ربما قد يهدد بها المخطوبة إذا تقدم لها إنسان ثاني، وربما قد يشاهدها الخطيب الثاني فيزهد فيها أيضا، وهناك تكون دائما الضحية هي الفتاة. لهذا ننصح الخطيب والمخطوبة أن خطبتهم تكون فيها خفية وتكون محدودة عند أهم المقربين، وحينما يأتي الزفاف الميمون آنذاك يكون الإشهار وتكون الفرحة ويكون السرور. الشاب إذا أراد أن يخطب الفتاة كيف عليه أن يصنع؟ عندما يريد الشاب خطبة فتاة لابد له أن يتوجه إلى ولي أمر الفتاة، لابد الوالد الذي له الحكم وله القرار هو ولي أمر الفتاة، والدها أو أحد أقاربها، قد يكون أخوها أو عمها أو غيرهم أو من يدب عنه. وهكذا ينبغي للشاب أنه يقصد الفتاة من البيت، من الباب، لا تدخل من النافذة، لأن البعض ربما قد يستعمل أساليب قد لا تكون سليمة تثير الإشمئزاز أو تثير القلق ولا ينجح المشروع. لابد أن يقصد الدار من باب الدار، يعني والدها أخوها أو ولي أمرها. وهذا الشاب له أن يرى الفتاة ما يسمى في الشريعة بالنظرة الشرعية، أنه ينظر إليها بوجود أهلها، أنه الأهل أيضا إذا قبلوا بهذا الشاب لهم أن يخصصوا جلسة على انفراد بين الشاب والشابة تسمى النظرة الشرعية، ينظر إليها ويرى فيها ما يعجبه، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. كتسمى النظرة الشرعية، ينظر إليها، لأن حتى يديم الله تعالى بينهما الزواج السعيد. في حال موافقة الفتاة وأهلها يتم الاتفاق بين الجميع، يتفقون على الأمور التي هي أساسية في هذا القران، وهنا يأتي الاتفاق على المهر أولا، ثم الاتفاق على الزفاف وتكاليف العرس،
ثم يأتي الاتفاق على السكن الذي سوف تسكن فيه هذه الفتاة وطريقة عيشها. والدها لابد أن يضبط لها حياة كريمة لأنه يخاف على ابنته وقرة عينه. ويمكن أن يتم الانتقال مباشرة إلى عقد القران إذا وقع الاتفاق والطمأنينة، وممكن أن يؤخر قليلا، هناك من يؤخر قليلا لحتى يتم المدارسة. الشاب يريد أن يدرس الفتاة والشابة تريد أن تتريت قليلا حتى ترى السلوك، ترى الطباع، ترى طريقة التفكير، هل هذا عصبي؟ ربما قد يكون الرجل عصبي، وحتى الرجل ربما يريد أن يرى الفتاة هل هي سليمة أو عنيدة، ويرى الطباع العائلتين، هل هم من أهل الخير والفضل أم أنهم عندهم تصرفات أخرى. فالخطوبة هي المرحلة التي يتم فيها المدارسة والاتفاق بين الطرفين، وغالبا إذا تم الاتفاق بين العريس والعروسة يتم قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة هي تيمنا طبعا في الخطبة. عندنا في السنة النبوية ما يقال بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج يدخل على المرأة مع أهله وذويه، كيقول ما يسمى بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره، ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أول كلامي في الخطبة قبل أن يقول أنا جئت طالبا راغبا في يد ابنتكم، من السنة النبوية أن يقول خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ثم نصلي على الرسول: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم نقول: جئناكم قاصدين بابكم، نطلب منكم كريمتكم وقرة عينكم، الشابة المصودة والكن واللؤلؤ المكنونة عندكم نريدها لابننا هذا الشاب الأريب، هذا الشاب اللطيف معروف بالاستقامة وبالتقوى، وأيضا أنه كسيب يعمل جاهدا من أجل لقمة عيش حلال، ويرغب في تكوين أسرة وتكون له ذرية، وقصدناكم أنتم دون غيركم لما رأينا فيكم من خير، ولما رأينا فيكم من بركة، ولما رأينا فيكم من رحمة، وهكذا كلام جميل يثير الرغبة عند الأسرة الأخرى. وحينما يتم الاتفاق والقبول تقرأ جميعا الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهكذا تكون الفاتحة والصلاة على النبي هي المفتاح للقبول بين الطرفين، ومن ثم تبدأ خطوات أخرى طويلة وعريضة سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في بقية الحلقات التي سوف تأتينا. سوف نتحدث بالتفصيل على الخطوات الأولى للخطوبة وللتعارف بين الشاب والشابة، وكيف يتعامل الخطيب مع خطيبته في الأيام الأولى قبل الزواج، وكيف تتم هذه الفترة للخطوبة مهمة قد نقف عليها هديهة في حلقة مقبلة، كيف تكون هذه الخطيبة في سلوكها في أفكارها، ما يسمى بالدراسة، الدراسة الأولية، هذه مهمة للغاية وصارت أساسية في عصرنا هذا. أيام زمان لم يكن هذا الأمر الكثير، كان بسرعة يتم التوافق بين العائلات، يقرأوا الفاتحة والرجل يدخل بزوجته. اليوم الحياة صارت أكثر تعقيدا، فصار هناك فترة للمدارسة لمعرفة الطباع ومناهج التفكير وطريقة التفكير، كل هذا سوف نتعرف عليه إن شاء الله في الحلقات المقبلة. إذا ظهرت هناك علامات، ما هي العلامات في الخطيب التي إذا رأيتها سرتك وتعلم بأنه يجب التشبث به، وما هي الصفات السيئة إذا ظهرت فيه لابد أن نخشاه
كأن يكون ربما فيه علامة كذب أو غير صريح، أو أنه في وضعيته الاقتصادية غير مرتاح، عنده ديون، أو ربما سبق له علاقات مع نساء أخريات قد تبدو بعض العيوب، أو أنه إنسان متسلط. والعكس، قد تبدو الفتاة ربما أنها تبدي سلوكا معين وتخفي خلفه سلوك آخر. هذه مشاكل تقع عادة، كيف نتفاداها؟ ولا قدر الله إذا لم يتم الاتفاق قد يقع ما يسمى بالرجوع عن الخطبة. هذه مشكلة كبيرة تقع بين الخاطبين إذا لا قدر الله وقعت. هل يجوز الرجوع عن الخطبة أم لا؟ ما حكم الهدايا والنفقات التي أنفقها الخاطب على خطيبته؟ هل يرجع فيها أم لا؟ وغيرها من الأمور التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله بإسهام في الحلقات المقبلة. ولكن اللحظة أيها الأحبة الكرام، سوف نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05 22 88 00 61 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. السؤال ديالنا لكم للمناقشة وللحوار وللاستفادة، وهو ما رأيكم في الخطوبة التي كانت أيام زمان والخطوبة ديال اليوم؟ وكذلك أشدية الأخطاء التي قد يقع فيها الخاطبين في أول مرة وكتقع فيها ربما صدمات اجتماعية، كيف نتعرف عليها ونتفاداها حتى لا تتكرر؟ أيضا التجارب الناجحة، نتمنى أن نسمع تجارب ناجحة من عند الآباء والأمهات اللي سبقونا في الحياة وكانت نتيجتهم أنهم حققوا الاستقرار العائلي وطالت المدة. يعني كل هذه الأمور نتمنى إن شاء الله تعالى أن نتعرف عليها معكم. سوف نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لاستقبال مكالماتكم، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.